شددت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس نواب جيهان البيومي على ضرورة توفير حياة كريمة للمعلم. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. يمكن من أهم النقاط اللي فعلا اتكلمنا فيها النهاردة قضية المعلم، ودايما انا واناشد ان علشان المعلم فعلا نقول ان هو نقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه لابد من وجود دعم مادي. التاهيل المادي للمعلم بالفعل هيبقى محور اساسي ليه، زي ما بقى طالبه بان هو يعمل تاهيل علمي وتاهيل تقني ويستخدم وسائل تكنولوجيه حديثه ويتدرب وعشان يوصل المعلومه، لابد برضه من النظره للمعلم نظره ثاقبه بان انا فعلا اوفر له حياه كريمه.